صفة الاغتسال. صفتك إنسان خبوك بشو؟ الاغتسال على صفتين. شوشتنا إنسانة دو صفة طبعاً. صفة مجزئة سهلة يسيرة. صفتك هيسيوي. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. إنسان وجود آخن هر تشتيد شو جاركي دا. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. دبي خدشو، بوزي خدشو، قوي خدشو. يخرج بهذا يصلي، لا يحتاج أن يتوضأ. هركي في شكلي دا أخو كروة، أو دكرة في شكلي ودركوة، ويغسلي واجي حرميشكا. الصفة الثانية صفة مستحبة كاملة. صفة دا أو مستحبة، يعني جايزة دكاري بكيش دكاري ناكيش. يغسل الفرجين. عشا خزورة واتينا وجود أخون إير عورات أخدشو ثم ينوي بقلبه قلبي ونية تختينا يسمي أكي بسم الله دويجا يغسل الكفين دستي خدشو يتمضمض يستنشق يستنثر دابي خو بوزي خدشو باشي سارشاوي خدشو يغسل الوجه سارشاوي خدشو ثم يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى باشي ملي خدشو ثم بعد هذا يغسل الرأس يروي بالماء باشي سري خدشو سرو اوي وهدشينه ثم بعد هذا يغسل الشق الايمن كاملا ثم الايسر كاملا باشي بيلي خني راست دشو باشي بيلي خني جاب دشو ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى ثم يخرج بهذا يصلي ولا يحتاج يتوضا والله اعلم باشي نيجي خني راست دشو باشي نيجي خني جاب دشو وفي واش دكره دركه هرم ميش بك والله اعلم